فإن الأمريكيين لا يجلب السلام والأمن لشعوب المنطقة فحسب إنما كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني ولا أمن حيث يمكن رؤية واستشعار هذا الموضوع في كثير من دول المنطقة بكل جلاء. وهنا أرغب أن أشدد على دور ودعم دول المنطقة لاستقرار وأمن العراق وأخص بذكر التحقيق سيدي يا أخي لا يتشابون من مجلكم هذا القصة أجر يتشابون هذا القصة ولا يتفرداختون پولهم ما يتشاكون على يونسكو يتشابون هذا القصة رأس الخود ما ازتون دل خورش رأس الخود يعني سر خود اها بله يتدلخرون عليكم واقعا خلاص يا اخي رامين قال اذين كي يتخشخشون يتخشخشون القصة يتخشخشون يعني شي يعني خوشتون اومده از قصه آها بله داره میگه بری کلا يا فرستادون واحد شمارة الحساب يا فلفور يا تباريزون فول نقد البغلبائي و در غیر این صورت چاپ الممنوع یا سیدی یا اخی شکرا نمائل امین نائف رحم بارک امین عام مجلس التعاون بدول الخليج العربي قبل انهاء الجلسة مفتوحة طلب السيد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية السيد حسين أمير عبليان تصحيح معلومة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا معالي الرئيس بس للتأكيد لقد وصل أنواع التبادل التجارية بين العراق على مدى السنوات الماضية إلى أكثر من 13 مليار دولار شكرا جزيلا